في الثاني الثانوي. اهلا بيكم، انت بتشاهد دلوقتي قناة توب انجليش وانا مستر صالح. النهاردة هنبتدي مع بعض يونت 3 The Future of Food، واحب اعرفك ان انت عندك تبتدي تراجع معايا، عندك امتحان في الوصف تحت اليونت دي، امتحان تفاعلي على يونت 1 الجرامر بتاعها. لو انت ناسي الجرامر او عايز تراجعه برضو هحطلك اللينك بتاع يونت 1 جرامر. يبقى عندك تو لينكس تحت اليونت، لينك الامتحان التفاعلي ولينك اليونت علشان تراجعها. النهارده يا شباب هنتناول يونت 3 ذا فيوتشر اوف فود. هنتناول فيها مع بعض الفوكابولري، معاني الكلمات، وهنشرحها بالتفصيل. هنعمل تكست ريدنج، هنقرا كل نصوص اليونت ونشرحها برضو بالتفصيل. هنعمل اكسرسايز على الفوكابولري، تابع معايا لغاية الآخر عشان تبقى فاهم كل حاجة. نبتدي بالكلمات يا شباب. عندنا أول كلمة الزراعة agriculture، محصول crop، الكرة الأرضية earth، الابتكار أو الإبداع innovation، الماشية livestock، إنتاج production، مستديم معناها مستمر ومحافظ للبيئة sustainable، مصدر source، متنوع أو تنوع، مجموعة متنوعة variety. شريحة همبرجر hamburger، يسبب cause أو سبب cause، كيميائي أو مادة كيميائية chemical، التغير المناخي climate change، يستمر continue، يخلق أو ينتج create، تلف damage، جاف أو يجف dry، تأثير effect، كهربي electric، كهرباء electricity، طاقة energy، البيئة environment. يزيد أو زيادة increase بدلا من instead ويجي بعدها of، يتضمن أو يتورط involve، معمل laboratory، أرض land، مستوى level، يذكر mention، سلبي negative، بالمئة percent، حقيقي real، يزيل أو يبعد remove، باحث researcher، يوفر أو ينقذ save. بجدية أو بخطورة seriously، حل solution، جنوبي southern، مساحة أو فراغ فضاء space، تكنولوجيا technology، الأمم المتحدة united nation، مركبة vehicle، منطقة أو مساحة area، عاصمة capital، وسط central، مؤسسة خيرية charity، قطن cotton، عقد يعني 10 سنوات decade، يشجع encourage، اختبار exam، مميز أو رائع extraordinary، أثاث furniture، محلي local، يقنع persuade، بنزين petrol، سكان population، سقوط المطر rainfall، محطة station، نجاح success، السياحة tourism، يدمر destroy، التعليم education، البيئة environment، غاز gas، ينمو أو يزداد grow، ضيف guest، يستثمر invest، جزيرة island، الاس silent، منظمة organization، سكان population. في ناس كتير بتتلخبط بين سكان population والتلوث اسمه pollution، مشروع project، غابة استوائية أو مطيرة rainforest، أشياء أو مواد stuff، لكن هيئة تدريس أو هيئة أطباء staff، يبقى عندك stuff أشياء أو مواد، شخص نباتي vegetarian. طبقا لي according to، نتيجة لذلك as a result، يزداد سوءا get worse، خليك فاكر إن verb get worse and worse، يزيل cut down، اختلاف بين difference between، أمل لي hope for، ركز على كلمة for، يزيد بنسبة increase by، ركز على كلمة by، increase by، بدلا من instead of، نوعا من kind of، يعرف عن learn about، يدير مالا أو يكسب أو يكون ثروة make more money، يعرف الفرق بين، لازم تحط tell the difference، طبعا told في الباست، سنوات قادمة years to come، يبحث عن look for، يزيل من remove from، حل لي solution to،
مذاق لي taste of تنوع من variety of يعمل مع work with produce ينتج النوم بتاعها production الadjective productive شخص منتج يبدأ innovate الإبداع innovation مبدأ innovative يختلف أو يتنوع vary تنوع variety متنوع متنوع various يدعم sustain استدامة أو استمرار sustainability مستديم أو مستمر أو محافظ للبيئة sustainable يخلق create خلق creation مبدع أو خالق creator شخص مبدع creative يؤثر effect تأثير effect مؤثر effective يحل solve حل solution يمكن حله solvable يدمر destroy مدمر أو دمار destruction متدمر destroyed مدمر destructive ينظم organize منظمة organization منظم organized ينجح succeed نجاح success ناجح successful في التكست يا شباب هنقرأ مع بعض عن new solutions for growing world حلول للعالم المتزايد في العدد According to the United Nations, وفقا لتقارير الأمم المتحدة, there will be almost 10 billion people in the world by 2050. العالم هيصل على 10 بليون سنة 2050. As a result, ونتيجة لذلك, we will have to increase our food production. لازم نزيد من الإنتاج الغذائي. By about 70%, بنسبة 70% زيادة. However, farmers do not have space to keep more livestock. مفيش مساحات إن هم يربوا ماشية and grow more crops ويزرعوا محاصيل أكتر. Instead, they need to هيحتاجوا إلى to look for more sustainable solutions حلول مستديمة and this will involve producing a wide variety of food إنتاج تنوع واسع وكبير من الأغذية. التكست اللي بعد كده How would you feel about eating a burger that was grown in a laboratory? Scientists think that it could be more sustainable than keeping livestock. يكون مستمر أكتر من إن إحنا نربي ماشية. هنعمل حاجات في المعمل. Some of the people who have eaten these burgers اللي مصنعة في المعامل say that they cannot tell the difference. مش قادرين يميزوا أو يقولوا الاختلاف between the new burgers and real meat يعني مش تقدر تميز الفرق بينهم changes in agriculture that can save the land researchers الباحثين from the United Nations have found that some kinds of agriculture are seriously damaging the land في أنواع من الزراعة بتدمر الأرض الزراعية this is not sustainable ده مش مفيد للبيئة if farming continues to be cause so much damage there won't be enough land مش هيكون في مساحات كافية للزراعة for food production in Europe في أوروبا most of the damage is due to farmers using too many chemicals السبب الأول استخدام المواد الكيميائية ده بيدمر الأرض so they will need to find new ways to help their crops لابد أن يجدوا طرق جديدة عشان يحموا المحاصيل to grow without having to use so many chemicals بدون استخدام المواد الكيميائية in southern Africa في أفريقيا الجنوبية المشكلة التانية بقى the problem is that there is too much rain في كمية مطر كتيرة in the summer in the future we can expect that farmers in southern Africa will be using innovation in technology إبداع في التكنولوجيا to remove water عشان يزيلوا المياه الأمطار الكثيرة from the land and use it elsewhere ويستخدموها في حاجة تانية The future of forests تعالوا نشوف مستقبل الغابات The world has been losing millions of trees العالم بيفقد الملايين من الأشجار from the rainforest من الغابات الاستوائية Every year for a long time كل عام Many trees get cut down الكثير من الأشجار يتم قطعها so that we have wood to make furniture للحصول على الأخشاب لعمل الأساس
and many more get cut down because people need the land to grow food. والبعض الآخر يتم قطعه للحصول على أرض للزراعة. However, there may be hope for the future because countries around the world are changing the way we think. لكن قد يبدو أن يكون هناك أمل في المستقبل علشان في دول كثيرة بدأت تغير فكرتها من ناحية قطع. However, there may be hope for the future because countries around the world are changing the way we think about these important areas. يبدو أن هناك سوف يكون أمل بسبب أن موقف الكثير من الدول سوف يتغير بخصوص هذه المساحات المزروعة من الأشجار. Change started a long time ago in Costa Rica. بلد اسمها كوستاريكا بدأ يغيروا موقفهم من الغابات. Around 60% of the rainforest in this small Central American country, في البلد دي دولة أمريكية هي بلد أمريكية, was lost. كان كثير من الأشجار بتقطع في سنة 1980s. But in the 1990s, يعني بعدها بعشر سنين, the government started working with local farmers, مع الفلاحين اللي في المكان المحليين, and persuaded them to look after the rain. بدل ما يتم قطع الأشجار, لأ, هم يهتموا بالأشجار دي في الغابات, rainforest, instead of cutting down more trees. This encouraged tourists, ده شجع السياح, to visit the country, and soon the local people started to make money. بدأ يكسبوا فلوس أكثر from tourism, من السياحة, than from cutting down trees. It was great success. ده كان نجاح عظيم, but things got worse in other parts of the world. لكن الموضوع ازداد سوء في أجزاء أخرى من العالم, such as the Amazon rainforest, غابات الأمازون. Until 2004, حتى سنة 2004, then many people and governments around the world started to change how they thought about rainforest. بدأ يغيروا أفكارهم. And the number of trees cut down there has been getting smaller. بدأ العدد الأشجار اللي بتتقطع ده يقل every year. Many parts of the Amazon rainforest now protected. مساحات كبيرة بدأت تبقى محمية, and like Costa Rica, it's hoped that more people will be visiting and enjoying this extraordinary, المكان الأكثر من رائع, in the future. Finally, we can all hope that our children will be learning. نتمنى أن كل أطفالنا يتعلموا about the rainforest from many years to come. للسنوات القادمة. تعالوا نجرب نحل على الجزء اللي احنا قريناه على طول. Most of the people in Egypt work in space and fishing. بيشتغلوا في مجال ايه والصيد. طبعا agriculture. هتقولي امال ايه culture؟ دي الثقافة, ما تنفعش. طيب literature, الادب, ماشي. لكن معظم الناس في مصر بيشتغلوا في مجال الزراعة والصيد. منوفية governorate, محافظة المنوفية, usually produces good space as its land is fertile. الأرض بتاعتها أرض خصبة, بتنتج good إيه؟ طبعا الإجابة good crops, محاصيل جيدة. He bought a good horse, اشترى حصان جيد, at a market where space is bought and sold, في سوق نقط بيباع فيه ويشترى إيه؟ طبعا livestock اللي هي المشية. We all believe that cycling is a totally space from form of transport. إن ركوب الدراجات sustainable form, يعني مستديمة ومحافظة للبيئة, مستمرة ومحافظة للبيئة. The company where I work sells a space of gardening products. بتبيع منتجات متنوعة للزراعة. متنوعة يعني variety. نكمل مع بعض. Number 6. The government should punish any factory. تعاقب أي مصنع that throws, بيرمي إيه؟ chemical waste, مخلفات كيميائية, into the river. Young trees, الأشجار الصغيرة, need to be protected to prevent space from the wind, to prevent damage. نحن نمنع تلفها بسبب الرياح. The young man filled the space kettle. عايز اقول الغلاية الكهرباء, electric kettle. طبعا عندي electrical عطل كهربي, electrical fault.
إلكترونيك يعني إلكتروني، elected يعني منتخب. The number of visitors to the museum space from 2 million to 5 million. كانوا 2 بقوا 5، يبقى ما فيش غير حل واحد، increased. We live on a hill which is more than 400 meters above sea. طبعا معروفة above sea level. بعد التدريب اللي عملناه مع بعض يا شباب على الجزء اللي فات ال 10 sentence اللي حلناه مع بعض، فبنقول would you like to do more to help the environment؟ تحب تفعل الكثير لكي تحافظ على البيئة؟ by living a more sustainable life، تعيش حياة محافظة على البيئة. it's actually easier than you might think، أسهل كثيرا مما تعتقد. there are many small changes you can make that will help protect the earth، في حاجات صغيرة ينفع نعملها تحافظ على البيئة. Here are three of them. ثلاثة منهم. Let's start with food. تبتدي بالأكل والغذاء. You don't have to become a vegetarian. مش لازم تكون شخص نباتي. But eating less meat. إنك تاكل لحوم أقل. Will help the environment. ده هيقلل استهلاك livestock المشاية. Livestock produce dangerous gases and they can damage the land they live on. لأن الحاجات دي اللايف ستوك بتعمل غازات بتدمر الأرض التربة يعني. when you need to travel think about whether you really need to go in the car or take the bus. فكر وانت بتسافر محتاج تسافر بالعربية ولا بالأوتوبيس. it's often possible to walk. من الممكن تتمشي or ride a bike أو تركب عجلة instead بدلا من كل ده. and these are more sustainable ways of traveling. والمشي وركوب الدراجات محافظ جدا للبيئة. Everyone likes to get new things. الكثير مننا بيحب يحصل على أشياء جديدة. But before you ask your parents to buy you new clothes, قبل ما تشتري ملابس جديدة or new games أو ألعاب جديدة, ask yourself if you really need them. أنت حقيقي محتاج لهم؟ It's not sustainable for people to continue buying so much stuff. مش من المفيد إن احنا نشتري حاجات كل الحاجات دي بكثرة. نحل مع بعض على الجزء اللي فات. ليفربول كلوب از سبيس ان بوبولاريتي. بيزداد شعبيته ان ايجيبت ثانكس بفضل ثانكس تو معناها بفضل محمد صلاح. طبعا الاجابه جروينج. ليفربول از جروينج يعني يزداد في الشعبيه. A space is a person who does not eat meat or fish. معروفه لسه قايلينها شخص نباتي vegetarian. The old man spaced his life savings in his daughter's furniture design business. دخر كل فلوسه أو استثمر كل فلوسه علشان بنته. فنقول invested. Australia has a low space density. كثافة سكان قليلة. Population. قلتلكم pollution يعني تلوث. Australia has a low population. That's why they welcome immigrants. عشان كده هما بيرحبوا بالمهاجرين هناك. Experts الخبراء warn بيحذروا that the Amazon rainforest is really in great danger. في ايه؟ في خطر. Because of continuous fire. بسبب الحرائق المستمر. والميننج بتاعها السنونم والانتونم المضاد. دي بتبقى مهمة جدا. Continue هي proceed. الأوبوزيت بتاعهم stop. destroy هي smash. العكس بتاعهم construct. extraordinary مميز أو رائع هي amazing. الأوبوزيت بتاعهم common عادي. increase هي raise يزود. الأوبوزيت بتاعهم decrease يقلل. mention يذكر هي name يذكر برضو. يتجاهل ignore. سلبي negative أو adverse والعكس إيجابي positive. المصدر اسمه source أو origin. النتيجة أو المستهدف بتاعه outcome أو target. النجاح اسمه success هو achievement. الفشل failure. مستديم sustainable أو مستمر continuous. العكس مؤقت temporary. تنوع variety أو diversity. التشابه similarity. ندخل مع بعض الشباب على شوية language notes كده ملاحظات. بيقول لي عايز نعرف الفرق بين cause و reason و reason why. cause and reason and reason why. كلمة cause سبب
دايما يجي بعدها كلمة of cause of يسبب برضو cause. اوكي فانا بقول the major cause of these accidents السبب الرئيسي لكل هذه الحوادث is the high speed. بقول what caused you ايه اللي خلاك ايه اللي سبب لك انك to change your mind. The fire caused سببت a serious damage يبقى سبب تيجي بعدها cause of يسبب بمعنى cause. reason تيجي بعدها for يبقى cause of لكن reason for. reason معنى سبب وreason بمعنى يفكر أو يصل إلى رأي بس بعد تفكير. فأنا بقول people have different reasons for wanting to change jobs عشان يغير وظيفهم. we reasoned that يجي بعدها جملة بقى we reasoned that they would not leave before dark يعني فكرنا. reason why برضو يجي بعدها جملة كاملة I don't know the reason why he was absent. reason why دي معروفة. ننتقل بعد كده شباب للفرق بين earth و ground و land و soil و floor. الكرة الأرضية أو التراب اسمه earth. الكرة الأرضية كلها اسمها earth ماشي. the earth is not flat خلاص as most people believed in the past. الأرض كروية أو التراب اسمه earth برضو. طيب الأرض الفضاء أي أرض فضاء اسمها ground. on my way home my bag dropped on the ground. أي حتة مساحة أرض فاضية اسمها ground. الأرض اليابسة اسمها land. the earth consists of الأرض تتكون من مياه وأرض يابسة مياه ويابسة. the earth consists of water and land. السويل اللي هي الأرض الزراعية أو التربة الزراعية أو الرملية. the kind of vegetables need muddy soil not sandy soil. يبقى أنا بقول muddy soil و sandy soil. الفلور اللي هي أي أرضية داخل غرفة أو مبنى. the floor of the flat needs cleaning. the flat is on the fourth floor وتنفع ايه طابق طابق في دور الدور الرابع الدور الاول first floor الدور الخامس fifth floor. نروح بعد كده يا شباب للفرق بين local و national و international. local national local ده خاص بمنطقة معينة او بمدينة الناس اللي هي موجودة في منطقة او معينة او مدينة. مثلا علاء worked in the local newspaper في الجريدة اللي في المدينة بتاعته before he traveled to the city. we asked one of the locals بقى لما جمعها يبقى الناس المحليين اللي عايشين في مكان. we asked one of the locals to recommend a restaurant ان هو يرشح لنا مطعم. national قومي خاص بالبلد كلها national. مثلا tourism help to increase the national income الدخل القومي of many countries. دولي بين أكثر من دولة okay international. the United Nations الأمم المتحدة is the most important international organization. في south وفي southern وفي north ونorthern وeast وeastern west western. أنت هنا بتجيب الصفة بإضافة ern مثلا south جنوب عايز تخليها جنوبي southern. الإكزامبل بتاعنا my cousin live in the south of Egypt جنوب مصر. in summer temperature are so hot in southern Egypt في مصر الجنوبية. number 24 as my cousin is color blind يعني بيعاني من عمى الألوان ما بيعرفش يميز يعني he can't طبعا tell the difference between some colors. the taste طعم of hamburger and sausage is what attracts people to buy them. unfortunately لسوء الحظ as time passed things الأشياء أصبحت أسوأ وأسوأ طبعا لازم نقول got worse and worse. I decided to try tennis instead طبعا معروفة instead of. اللي بعد كده success النجاح was achieved as a result of the good طبعا النجاح تم نتيجة لل good organization منظمة صحيحة of the new manager أو الإدارة الناجحة للمدير. the word ignore حاجة نختم بيها شباب success was achieved as a result of the good organization التنظيم الرائع of the new manager للمدير الجديد. the word ignore يتجاهل العكس بتاعها يذكر mention. outcome is the antonym عكس كلمة source المصدر. شباب الفيديو كان طويل شوية بس احنا كان لازم نشرح كل كلمة بالتفصيل عشان تبقى فاهم وعلشان تقدر تتابع اليونت بتتكلم عن ايه ونقرا التكستات مع بعض وتبقى فاهم الفرق في اللانجوج نوتس بين كل كلمه وكلمه.
ما تنسوش بعد كل ده نعمل سبسكرايب، نشترك في القناة ونعمل منشن لكل أصدقائنا ونعمل لايك وشير للفيديو علشان كلنا نستفاد منه مع بعض. أحب أقولك إن هيكون في تحت في الوصف تحت الفيديو ده هتلاقي لينك امتحان تفاعلي اليونت 1 ولينك يونت 1 نفسها عشان تراجعها، واللينك التالت هيكون عندك امتحان تفاعلي على يونت 3 The Future of Food. Good luck.